السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع المتتبعين ديالنا أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم مصوري فلوق مرة أخرى في فيديو جديد ومهم كذلك اللي تر واحد الضجة كبيرة هاد اليومين الأخيرين، اللي هو واحد الشاب مغربي طموح جدا، كانت الأقدار والظروف أن يكون في أوكرانيا ليستكمل دراسته، فإذا به يعني يقع فيما لا تحمد عقباه، يعني بين روسيا وأوكرانيا. بغيناكم الإخوان كاملين تبارطاجوا معنا هذا الفيديو باش الرسالة توصل للمسؤولين، باش يكون واحد الضغط كبير باش أننا نقدوا هذا الشاب هذا اللي غادي يتكلموا عليه في هذا الفيديو. هذا الشاب المغربي إبراهيم سعدون، الطالب المغربي الذي ذهب إلى أوكرانيا استكمل الدراسة دياله كما كل الطلاب، فإذا به الظروف يعني التحق بالجيش الأوكراني وكان يعمل مترجما من خلال الإنجليزية. وتبارك الله الشاب هذا يعني واحد الشاب نابغة كما نقدروا نسميوه، يعني كيتوفر على 4 لغات وكذلك عنده مستوى دراسي متميز جدا، وانه التحق بالجيش الاوكراني في سنه 2021 قبل ان تكون الحرب بين روسيا واوكرانيا، فاذا به الان يقع يعني اسيرا عند الروس، وحكم يوم امس بالاعدام في محكمه روسيه في دونباس. اب الشاب المغربي يطالب المسؤولين المغاربه، ونحن كذلك كمغاربه نطالب بان يتم فك اسر هذا الشاب هذا اللي كان ضحيه الحرب كما بغينا نسميوها. وكاين عندنا فيديوهات ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تطلعوا عليهم كاملين، وخليونا التعليق ديالكم، ما تبخلوش علينا بالكومنتيرات ديالكم، ويلا الاخوان نشاهدوا الفيديو الاول. مات يعني اوليا كنا حنغادر يعني المصنع إليتشا، بس العمليه دخل ماريوبول، دخلنا ماريوبول، بقينا في ماريوبول، ثم تم حجزنا في دائره، يعني موعدنا طعام موعدنا، بس تم قرار يعني نخرج، يعني من محاوله الخروج من هذه الدائره يعني ولم تنجح، لانه يعني احد عرباتنا كانت فيها عطل تقني، افترقنا يعني في لحظه الخوف وكل هذا افترقنا، يعني بقيت انا واحد من نفس الفوش وعشرة اشخاص من الحرس الوطني، يعني الحرس الاوكراني، حرس الوطن الاوكراني ازوف، لا حرس وطني، بس حرس وطني نتصنع لهم ده، واثنين من الحرس الحدود، مشينا لمنطقه اخرى للنظر كيف يمكن الخروج وكيف كذا وكذا، في امكانيه وشو ممكن نسوي يعني. بعدها ذهب اثنين منا يمشوا يشوفوا يعني ينظروا في الارجاء، وذهبوا وجدوا يعني شوب يعني مفتوح، ذهبوا ليه ورجعوا علينا وقالوا لنا ان العامله هناك قالت لهم أنها تعلم بأين نحن، تعلم كل علينا يعني، يعني بس سلموا أنفسكم، يعني بنعرف كل عليكم، يعني ليش هتحارب يعني، بس مو في سبب أكثر، يعني الكل غادر الكل خرج، ما في سبب أكثر. فقررنا أن نضع السلاح، وذهبنا معها لموقع الجيش الروسي اللي كان فيه الجيش الروسي. يعني سأريك أنا يعني بعض المقاطع التي تظهر مثل هذه الاعتداءات على الأسرى. فكما شفتم على الإخوان الشاب المغربي إبراهيم كيفاش عاود القصه ديالو منذ يوم اسره، وكيفاش وقعت به الظروف حتى انه وقع في الاسر. ابراهيم كيتوفر على جنسيه اوكرانيه او جنسيتين مزدوجتين، فعنده الحق انه التجا للجيش الاوكراني، وفي نفس الوقت في الحروب لا يعتبر مرتزقا كما كتسميه الصحافه الروسيه والعديد من الصحافه اللي كيسميوه بالمرتزق الحرب، فهو ليس مرتزق وانما عنده جنسيه اوكرانيه، ومن حقه انه يكون ضمن هذا الجيش هذا. فالمحكمة الروسية في دونباس حكمت عليه بالإعدام لأنه مرتزق، يعني جاء باش أنه يخدم في الجيش الأوكراني باش يقاتل الروس من أجل المادة. وهذا الشاب يعني كما كتشوفوا الوجه ديالو البراءة ديالو
فهذا لا يعرف للعنف عنوان. يعني القرايه ديالو، العلم ديالو، المستوى الدراسي ديالو هو اللي خلاه انه يكون ضمن الجيش الاوكراني. طبيعة الحال المميزات ديالو كما تشوف الفيديو، وغادي نشوفوا الفيديو المقطع الاخر كذلك، فهو كيعمل مترجم ديال الاسلحه الامريكيه اللي يعني اللي عليها كتابه بالانجليزيه الى الروسيه، خصو يكون مسلح حتى هو باش يدافع على راسه الى اخره، فهو كيتواجد في اوكرانيا ولم يتم اعتقاله في روسيا. وهذا وحتى الامر الاعتقال ما كاينش، لانه كما تشوفوا في الفيديو كيصرح بانه هو يعني اللي سلم راسه ضمن واحد المجموعه صغيره، القانون الدولي ديال الاسرى الحرب فممنوع انه يتم الاعدام ديالهم الا اذا كانوا مجرمي حرب. فمجرمي حرب عندهم قوانين اللي خصها تحكم عليهم، بما انها كتكون يدهم ملطخه بالدماء، وكيكونوا يعني كيقتلوا المدنيين الى اخره، كيرتكبوا جرائم حرب هادو بوحدهم. اما الذين يسلمون انفسهم يعني من جيش يعني اثناء الحرب، فهذا يعتبر اسيرا ويتم المبادره، يعني كيتم به المبادره من بعد. فكما كتقول الصحافه الروسيه او الصحافه المحليه في دونباس بانه ممكن يستنفوا هذا الحكم هذا، وممكن انه يولي من الاعدام المؤبد. ولكن للاسف الشديد حنا كنوجهوا واحد الرساله من هنا ومنكم انتوما، انكم تبارطاجوا هذا الفيديو وتخليونا لي لايك ديالكم باش هذا الفيديو يطلع في اليوتيوب ويشوفوه بزاف ديال المشاهدين، ويكون عليه واحد الصوره عامه. فالتضامن ديالنا حنا كمغاربه خصنا يكون قوي، بانه نفرحوا بهذا الشاب هذا، انه رجع للاسره ديالو ورجع لاحضان الوطن ديالو، ويكون كذلك ضمن الجيش المغربي الى كان في المكتب ديالو. كما بغينا ننوهوا كذلك الى العنصريه التي يعاني منها العرب في اوكرانيا، بما انه سمعنا مؤخرا كاينه يعني اخبار تروج على ان نار وقع الحرب على اوكرانيا، قامت الدوله الاوكرانيه باخذ السجناء العرب والمسلمين وتوظيفهم في الجيش باش يقتلوا الجيش الروسي، بمعنى ان العديد من الشباب العرب والمسلمين هم الان ضحايا الحرب، وما عندهم حتى علاقه في الجانب هذا، ومجرد يعني اعتقلوا على مخالفات يعني الله اعلم كيف هي، وبين عشيه وضحاها لقوا راسهم في الحرب. كما الشاب المغربي ابراهيم، غادي نمشيو نتابعوا الفيديو التفاصيل ديالو، خليكم معنا كذلك، وتحياتي لكم، وما تبخلوش علينا باللايك الاخوان والبارتاج كذلك. يلا الاخوان نشوفوا الفيديو الثاني. سادون شاب مغربي في أوكرانيا استسلم مع من استسلم من مشاة البحرية الأوكرانية، والآن يتم استجوابه من قبل الصحفي الروسي ألكسندر سلادفوك، فسأله عن اسمه فأجاب. زود براغيم فاميليو يعني زابومنا كفاميليو سادون دا مرسكاية بيخوتة أوكرانيين بلينني из مروكا سوشي сам момент пленения тяжело пережил. Ну да, могу сказать. Конечно, да. Перепугался? Ну да. Конечно. Ну, а что опасался? Что убьют или что-то? Не знаю. Просто этот, что ты понимаешь, что этот человек, что ты видишь метров на тебя, это противник, который ты видел раньше через бинокл. Это противник, это твой противник. Это кто ты попробовал убить. И он тоже попробовал тебя убить. Вот. Поэтому чуть-чуть сложно понимать. Ну, вот Брагин знает 5 языков. Берберский, ну это марокканский, да, получается. Арабский, французский, английский, украинский, русский. Все перечислил. И все. А? И все. Учился на... ثم يروي الصحفي سلادفوغ أن سعدون امتنع عن أي تصريحات أخرى، مما أدخل الصحفي في موجة من الغضب، لكنه لم يبدها له، وقال أنه سجين غير عادي. وكتب على الفيديو قائلا: كما تعلم أنا معتاد على الانتقاد، لأني أتحدث إلى السجناء على قدم المساواة، كنت سأصرخ في وجهه تكلم، لكن هل كنت سأكبر بقوة في عيون أحدهم؟ طبعا لا. بالمناسبة في محادثته تبين أن هذا السجين محاور صعب نوعا ما، أما أنه لا يفهم شيء أو أنه يصرف أفكاره جانبا. لا تخدعك براءة عينيه أو الهدوء الذي يعيشه والذي تراه عليه. جدير بالذكر أن أوكرانيا على خلاف المتطوعين والمرتزقة الأجانب قامت بتجنيد المساجين من البلدان العربية، وعلى رأسهم سجناء من تونس والسعودية، وكانت قد أثارت هذه القضية ضجة إعلامية واسعة. То есть совершение действий, направленных на насильственный захват власти в нарушение Конституции Донецкой Народной Республики. Объективно необходимым и справедливым является назначение Асина при наказании неисключительной меры смертной казни.
فكما شفنا الاخوان جميع التفاصيل ديال هذا الفيديو هذا والاطوار ديالو كيفاش دازت والقصه ديال هذا الشاب هذا المغربي اللي كنتمناو ان شاء الله الرحمن الرحيم يفك الله الاسر ديالو وكنتمناو من السفير المغربي في روسيا انه تدخل في هذا الامر هذا وكذلك الدبلوماسيين المغاربه كلهم اللي عندهم العلاقه بروسيا انهم يتدخلوا في هذا الملف هذا باش نسترجعوا ان شاء الله الرحمن الرحيم هذا الشاب هذا الى ارض الوطن والاهل ديالو. اذا الاخوان ديالنا كنتمنى ان الرساله تكون وصلت للجميع، ما تبخلوش علينا بارطاج ولي لايك ديالكم وتحياتي لكم. كان معكم اخوكم منصور فلوق مدينه طنجه، نتلاقاو في فيديو جديد.